خدم مع الحاج علينا 55 عام هذه، وانا اللي كبرت ولادو كل شيء اللي عمره ظهر. سمعت وهو فلاح، سمعت وكان الرئيس ديال البرلمان وكان ديال الجماعه وكان ديال حليب سوس وكان ديال الصياده، كل شيء دوز فيه من الحاج علي وديال الناس كاملين ديال الطلبه ديال المناسيين ديال اللي عجبك الحاج علي ديالو، وهذاك الشيء اللي عرفنا فيه. انا 55 عام اللي خدمت مع الحاج علي، ياك سمعت الله يعمر هذا الوالد ديالي ما دوزتهم كاع في ظهري، هذيك 55 عام ما دوزتهم في ظهري. انا كنا معاه بواحد المعامله حسنه، وكيتهلا في الناس كيواقع مع الناس، هو ولا عبد الصمد ولدو ما في عمرهم من هما اللي فرطوا فينا في الدوار هنا، قايمين بالواجب عاطينا الناس الماء، عاطين الناس الماء مهديين فيهم كيجيبوا لهم داك الدعم، عمرهم من هما اللي خلونا في الدوار قاعدين على ديما بخير وعلى خير، وانا خدام معاهم مدة هادي، خدام مع با هياد وهو الله يرحمه وسع عليه والله يجدد عليه الرحمه، وسمحنا ليه سمحنا ليه، وولاده الله يجعلهم خلفاء لا يكونوا تلفاء يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الاحد 3 يوليو 2022، كنحضروا في المنطقه ديال اولاد سعيد الدوار ديال الحاج علي قيوح الله يرحمه اللي وري جثمانه هذه اللحظات. هذه مناسبه باش نتقدموا بالتعازي ديالنا الحاره للابناء ديالو، الاسره ديالو الصغيره والكبيره، الرفاق ديالو في الحزب ديالو، في كل الساكنه ديال اقليم تالودنت. الحاج علي فقدناه اليوم وهو من احد الركائز الاساسيه ديال جهه سوس ماسه، كان برلمانيا يعني مدافعا عن الجهه، كان كذلك رئيس الغرفة ديال الغرفة الفلاحية بجهة سوس ماسة. بالخلاصة جهة سوس ماسة اليوم تفقد واحد من كبار الشخصيات البارزة بهذه الجهة. نتمنى الله سبحانه وتعالى أن يتقبله من الصالحين وأن يغفر له وأن يكون متواه، تكون الجنة متواه الأخير إن شاء الله، وأن يخفف عنه وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحاج الحاج الله يرحمه ولي برحمة الله، حنا كنسمحوا ليه ونغفروا ليه ونطلبوا منه السماح والغفران كذلك منا، ودوزنا معاه خير كثير وتصرفنا في عدة عمليات تجارية وغيرها، وما كنا إلا بخير وعلى خير، فنتمنوا ليه الرحمة والشفاء، وحنا حنا كذلك اللي يعفو عنا ويطول لنا العمر. طبعا هذه لحظات يعني تاريخيه وتسجل في هذا المكان وفي هذه البقعه الطاهره التي هي يعني مكان الذي دفن فيه الحاج علي قيوح احد رجالات هذا الوطن، الرجالات العصاميين الذين قدموا كل شيء لهذا الوطن، معروف بحكمته وبنزاهته وبعصاميته. الحاج علي قيوح الذي اجتمعت عليه كل القوى الوطنيه واللي هي حاضره معنا اليوم، كل القوى السياسيه اللي حاضره معنا اليوم واللي جات باش تودع هذا الرجل هذا الذي كان ملكا للجميع، كان يسمع للجميع، كانت اذان صاغيه، كان يجالس الجميع، فرحمه الله عليه، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جنانك، وانا لله وانا اليه راجع. الرحمن